السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوك عبد الرحمن خالدي من معرض مد الدين للسيارات. أخي الكريم، أتمنى منك الاشتراك بالقناة، وأخي المشترك أتمنى منك دعم القناة. لا تنسون تضيفوني سناب شات، تويتر، انستغرام، عندكم على زاوية الشاشة. طبعا زي ما تشوفون اليوم عندنا عرض على كيا أوبتيما موديل 2018 فيها سبيشال واردة خليج. السيارة بمواصفات حلوة ومميزات جميلة وبسعر ممتاز. سعر السيارة الآن 67500. للمعلومية السيارة أول ما نزلت كان سعرها طبعا 76000، وبعدين وصلت اخر شيء 71500، والحين عرض على اخر كميه. طبعا متوفر منها اللون الازرق اللي هو قدام الكحلي الغامق، وعندكم اللون الرمادي، وعندكم اللون الاحمر. طبعا زي ما قلت لكم سعر السياره 67500، السعر ليش من الضريبه وليش من التسجيل. بناخذ جوله سريعه السياره بعدين نتكلم عن المواصفات بشكل سريع ومختصر. طبعا سويت لكم مراجعه لها بالسابق، لكن مو مشكله نسوي لها مره ثانيه. طبعا سعر السيارة مناسب، خاصة يعني اللي ناوي يفكر يشتري سوناتا ستاندر او اللانترا فل كامل، يحط هذه من ضمن الخيارات. طبعا المحرك 2400 سي سي 4 سلندر، نفس محرك السوناتا تقريبا 184 حصان، والجير اوتوماتيك 8 سرعات توب ترينك، عفوا 6 سرعات توب ترينك، انا شطحت. نظام الدفع اكيد دفع امامي. مواصفات السيارة خارجية، طبعا سقف بانوراما وهذه ميزة جميلة. انوار ال اي دي نهارية، كشف الضباب بلاك بيري، اربع حساسات من قدام زي ما تشوفون، انوار ليد. طبعا النور حق السيارة هيلوجين العالي والواطي، عندكم كشف الضباب بلاك بيري، عندكم اربع حساسات امامية، الجنوط مقاس 18 انش. طبعا فيها ديكور فتحة تهوية، لكن ديكور. عندكم اشارات بالمراية، مقابض الابواب كروم، ونروح للخلف. طبعا زي ما تشوفون عليه شعار 2400 سي سي او 2.4 من الماكينه الكبيره، تجي شكمانين من الخلف. طبعا فيها كشافات ضباب، وعندكم اربع حساسات خلفيه، وهذه صرفيه الوقود. كل لتر بنزين تمشيك 13.4 كيلو. تقييم السياره متوسط. طبعا السياره دخول ذكي، هذه مفاتيحها وشنطتها ذكيه، بمجرد انك تقترب من الشنطه تفتح تلقائي. طبعا دخول ذكي وتشغيل ذكي. هذه السياره من الداخل. طبعا مقاعد قماش زي ما تشوفون، فيها تخشيب، فيها كثير من المواصفات نذكرها لكم بعد شوي. وهذه من الخلف، بسم الله. طبعا فيها تكايه بالوسط زي ما تشوفون، هذا سقف البانوراما. طبعا صارت تفتح اكثر من كذا. عندكم فتحه تكييف خلفيه، عندكم منفذ 12 فولت، منفذ يو اس بي برضو، شحن جوال موجود فيها. نروح للداخل، بسم الله. طبعا هذه السيارة من داخل، طفي الفليشر، بسم الله. طبعا هذا دركسونها، مكسب الجلد. زي ما قلت لكم المراتب قماش، الكراسي طبعا يدوي كرسي الساق والراكب، الزجاج كهربائي، المراية كهربائية بخاصية الطير اوتوماتيكي، تحكم بمستوى الانارة الداخلية، تحكم في مستوى الانارة الخارجية، عندكم فتح البنزين، فتح الشنطة، تراكشن، الدركسون زي ما قلت لكم مكسب الجلد، تحكم بالنظام الصوتي، وعندكم هنا مثبت سرعة، وعندكم تحكم بعداد الرحلات زي ما تشوفون. هذا هو عداد الرحلات، يجي باللغة العربية، وبرضه زي ما قلت لكم فيها خاصية الشنطة. شوف زي ما تشوفون باب، هذا هو يكون واضح. صندوق السيارة الذكي اللي هي الشنطة الذكية، موجود فيها كثير من الخصائص. طبعا جير اوف 1 خلف المقود، شفتات، تبدأ شفتات يسمونه. طبعا فيها السي دي، فيها شاشة معلومات لمس زي ما تشوفون، فيها كاميرا خلفية، ومكيف يدوي اربع سرعات. وصورت لكم فتحة التكييف الخلفية، وعندكم طبعا فيها فورميكا تخشيب زي ما تشوفون، جاي بالكامل على الابواب، والابواب الخلفيه برضه نفس الشيء، فيها تخشيب فورميكا. طبعا فيها النظام الصوتي، فوق ما فيها سي دي، فيها يو اس بي، فيها اي او اكس، فيها شاحن لاسلكي للجوال، فيها منفذ طاقه، سكر الدرج، والجير اوتوماتيك 6 سرعات توب ترونيك. قلت لكم في تبديل شفتات خلف المقود، وتقدر تستخدمه توب ترونيك من نفس الجير. طبعا عندكم خاصيه درايف مود اللي ينقلب السياره من سبورت الحين على الايكو، وهذا سبورت، وهذا النورمال العادي.
طبعا فيها تطفي الحساسات شغله من هنا. والميزه الجميله جدا فيها جرانت كهربائي الهولد طبعا. وعندكم حامل الاكواب عدد 2، تكايه بالوسط، المرايه الداخليه عاديه وليست تحتيم، انوار السقف LED دي، بيت النظاره طبعا فيها شماسات واكيد فيها مرايه. طبعا فيها درج امامي هذا هو. ومواصفات لهم السلامة جميلة جدا، فيها طبعا فرامل بي اس، نظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات، ارباقات امامية وجانبية، وهذه ميزة حلوة جميلة في السيارة. امس صورت لكم 2019 او المقطع اللي قبل هذا، ممكن تشوفونه بعد سنة، ما كان فيها ارباقات جانبية وسعرها 76,000، لا ارباقات جانبية ولا سي دي ولا كاميرا، بس فيس ليفت وسعره 76,000 او 77,000 ريال تقريبا. فانا اشوف يعني هذه مناسبة للي ما يهم الشكل يهم المواصفات، مع ان الشكل نفس تقريبا. طبعا هذا سقف البانوراما، هذا الستار الخلفية تفتح بالكامل، طبعا هذه تفتح والخلفي يبقى زجاجي. اتمنى تكون عجبتكم السيارة، سيارة حلوة ومناسبة. طبعا يسألون بخصوص الضمان، الضمان بالنسبة للسيارات الخليجية طبعا في شركات تضمنها لك زي قصر ضمان، زي حماية السعودية، تقريبا سعر رمزي حدود 1050 ريال يضمن لك السيارة 3 سنوات و100,000، يضمن المحرك الجير الماكينة، طبعا يعطيك ضمان مصنع، يعني خلل المصنع اللي يصير عليهم هم يتحملونه، طبعا يصلحونه لك في الوكالة أو في مراكز معتمدة بقطع غيار أصلية من الوكالة. وعندهم برضه ميزة، لا قدر خربت السيارة ما يحتاج أنت تروح لهم، هم يجون لك بسطحة خاصة لين عندك، شيل لك السيارة وديها لك الوكالة. وعندهم برضو خدمه مساعده على الطريق 3 سنوات او 100,000 مع ضمان السياره نفسها، يكون عندك مساعده الطريق لا قدر الله تعطلت السياره في الطريق، بنشر الكفر، خلص البنزين، يجون يساعدونك. فهذه ميزه برضو موجوده في الدفتر. فالسياره حلوه، اللي يحب يستخدم سياره ويكرفها، السياره ممتازه جدا جدا، وما يحتاج قطع غيار، قطع غيرها واحده هي والسوناتا ميكانيكيا طبعا بالكامل، اختها بالملي. قد صورت لكم كثير محركاتهم مع بعض، فتحت غطاء المحرك الاخر. عموما اخوان الكرام، اللي يحب يشوف تغطيات عروض الاسعار عند معرض مع الدين الى اخره يضيفني بسناب شات، موجود على زاويه الشاشه تحت دحوم فور كارز، ضيفني وان شاء الله بتستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله.